14 بنت دار ايتام في مصر الجديدة. يتيم كل شعره تاخد بقى حسن. قال لك مدير الدار كان بيخلعنا هدومنا. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير. الجريمة النهاردة دي من ابشع الجرائم اللي ممكن تمر على الواحد. اليتيم في اقصى من يعني الطفل اللي طالع ده لا لاقي اب ولا ام، اللي احنا بنقول عليه يتيم. تخيلوا لما يطلع الدنيا ما يلاقيش اب يسند عليه ولا ام تحسسه بالحنية. المفترض ان احنا نعمل معاه ايه؟ مش المفروض نحتضنه؟ مش المفروض حتى الكلمة الدارجة نكسب فيه ثواب، ولا نستضعفه ونستصغره ونقول ده ملوش حد وندوس عليه؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك انا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. يعني الرسول ده الرسول قال لك لو حطيتك ايدك بس على شعر يتيم كل شعر تاخد بقى حسن. لكن احنا في الدنيا هنا نقول لك يا عم ده يتيم سيبك منه ملوش حد، اديله فوق دماغ امه. للأسف بقينا بنستضعفه. طب الجريمة دي تمت ازاي؟ تعالوا بنا قبل ما نشرح وقع القضية بدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الإشعار وقت إزاحة الحلقة. الموضوع ببساطة دار أيتام. تخيلوا دار أيتام في منطقة راقية جدا في مصر الجديدة. دار أيتام في مصر الجديدة يعني اللي عنده طفل يتيم أو اللي ملوهش أب ولا أم بناخده بنوديه الدار دي عشان يرعوه ويوكلوه ويشربوه ويعلموه. ما بالك بقى لما يكون اليتيم دي بنت. تخيلوا بنت، يعني الولد احنا بنقول نفسنا يا عم يغور ده ولد، ينام تحت كوبري، ينام في الشارع، يغور في اي مصيبة، ولد ما نبقاش خايفين عليه. لكن المصيبة في البنت، لان البنت هي سيبك ان ملهاش اب وام، فنش هنقول لها عرض وعرض ابوها وشرفها، طب ما عرضها لنفسها، عرضها وشرفها. لكن احنا بنقول لك دي يتيمة، يعني زي يكون بنقول ايه مباح، مباح عرضها ومباح شرفها ومباح جسمها، ما ملهاش حد. ياخد اليتيم ليه ربنا، ده اللي ليه اب وام ماشي، تفهم بالك بقى باللي ليه رب، رب من فوق. الرسول وصى وربنا قال للايتام، واحنا بنستصغر وبنستضعفهم. دار الايتام دي المفروض ان هي بتحميهم من الذئاب اللي في الشارع، المفروض بتحتويهم من الانحراف. فما بالك لما يكون مدير الدار ده دار ايتام في مصر الجديده يكون هو الذئب المفترس. تخيلوا تخيلوا اغتصب وتحرش بكام؟ ب 14 طفله يتيمه. 14 طفله، عارف اعمارهم قد ايه؟ واحد يقول لك اكيد 16 17 18، لا يا ريت 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين. تخيلوا طفله عندها 4 سنين، طفلة عندها 4 سنين طلعت لقت نفسها يتيمة، وطفلة تاني 5 سنين طلعت لقت نفسها يتيمة، و6 سنين يتيمة، و7 سنين يتيمة. هنبقى احنا والزمن عليهم؟ ده بدل ما نديهم رحمة وعطف اكتر من كان ابوهم عايش ولا امهم عايشة. ده الام بتبقى بتقوم الليل تغطي ابنها وتحتضنه لما يكون عيان سخن، وتفضل سهرانه تحط له كمادات، ودول ايتام ما بيقولوش حد يطبطب عليهم ولا حد، بيفضلوا يعيطوا لغايه ما بيتهدوا من العياط، ما حدش بيقول لهم بتعيطوا بايه ولا حاسين بايه، بيبقى جعانين ما حدش بيسال فيهم، اللي ياكل ياكل اللي ما ياكلش ما ياكلش. دار ايتام المفروض دار للرحمه، مش دار نقول ده عيال ما لهمش اهل، جسمهم مباح وعرضهم مباح وشرفهم مباح، مين هيسأل فيهم؟ ده عيال ايتام. لا اله الا الله يا اخي، ان كانوا هم ايتام قول الرسول وصى عليهم، اعمل خاطر للرسول اللي عمل بصباعه كده الاثنين، خاف من الرسول لما وصانا، خاف من ربنا اللي هيعاقبنا ويحاسبنا. الا اليتيم، اليتيم ده المفروض ان احنا لو الواحد بيحب ابنه قراط بيعمل حساب اليتيم ده مليون قراط، نقول ده يتيم. اللي حصل ان مدير دار ايتام في مصر الجديدة اتحرش ب 14 طفلة اعمار من 4 سنين لسبع سنين، من 4 سنين لسبع سنين، لغيت ما واحدة من مشرفات الدار ربنا يجزيها خير
وناس من اللي من اهالي الايتام كان عمها ولا خالها. ما في بعض الناس يقول لك يا عم وديهم دار ايتام احنا قادرين نصرف عليهم. راح اشتكى، جابوا البنات دي، بنت اسمها دعاء، واحده اسمها هدى، واحده اسمها سرايا، واحده اسمها منى، يعني عد الاسامي للصبح. ايه اللي حصل؟ قال لك مدير الدار كان بيخلعنا هدومنا، مدير الدار كان بيمد هنا ويمسك هنا ويحط ايده هنا، مدير الدار كان بيقعدنا هنا ويعملنا يعمل فينا كذا. العيال واجهوا المدير بكل الحاجات اللي كانوا بيعملها. المدير انكر، لكن لما تكون 14 بنت، لما النيابه توسعت في التحقيقات 14 بنت اعترفوا على مدير دار ايتام في مصر الجديده متحرج بيهم وعمل معاهم 1 2 3 4. شفت الوساخه مع ايتام؟ ولخصتها يتيمه ملهاش حد، لها ربنا يا اخي. طبعا تم القبض على رئيس مجلس دار الايتام بمصر الجديده، التحقيقات استمرت، قدام المحكمه صدر الحكم بالحبس 2 سنين مع الشغل. طب واحد يقول لك سنتين بس، سنتين بس، ما هو الاغتصاب ما وصلش لمرحله فض غشاء بكره البنت، هو تحرش كامل لكن ما وصلش للمرحله دي. واعترافات البنات عليه هم اللي خلوا الحكم 2 سنين مع الشغل. ما تنسوش ان انتوا بتحاكموا واحد رئيس مجلس اداره، صحيح ما فيش حد فوق القانون، لكن بيلقى برضه من جوه الدار اللي بيساعد، لان زي ما كان في شهود هنا كان في شهود هنا. فسنتين لرئيس مجلس اداره دار ايتام بمصر الجديده حكم انا شايفه مناسب جدا، رغم ان الوقائع التحرش ل 14 بنت فظيع جدا. طب الاطفال الايتام دي اذا ما حطناهمش في دار تحميهم، طب ما هو الشرع يبقى ارحم ليهم، ما دام اللي بيحصل في الشارع هو اللي بيحصل في الدار، طب بندخلهم دار ليه؟ عشان ياخدوا تبرعات من الناس ويطلعوهم كفاءات ومرتبات؟ لما دار ايتام بيحصل فيها كده. تاني حاجة، ازاي ترى ايتام بنات يكون رئيس مجلس الادارة والموظفين كلهم رجال؟ ده المدينة الجامعية بتاعت البنات اللي هم الكبار الواعيين اللي فاهمين بتبقى واحدة ست، فما بالك بقى لما يكون دار ايتام لاطفال ما يعرفوش يعني جسم ولا يعني انوثة ولا يعني ما يعرفوش حاجة. قوم نخلي راجل هو اللي يدير شؤونهم وشباب هم اللي بيديروا شؤونهم، ده في شباب مش متجوزه موجوده داخل الدار. طب ايه المانع نخلي الستات هي اللي تمسك من الالف للياء، واحده توكلهم، واحده تشربهم، واحده تحميهم، واحده تذاكر لهم، واحده تشوف امورهم، واحده تلقى التبرع، ايه المانع؟ لكن نخلي رجاله منهم شباب مش متجوزه هم اللي بيشرفوا على دار ايتام بنات. من 4 سنين ل7 سنين تحرش، ده في بنات وصلت لغايه 18 سنه. يعني نوسة كاملة، نسيب شباب هم اللي يديروا أمورهم؟ ما هو برضو الإدارة والشؤون الاجتماعية المفروض تخلي بالها من منقص زي كده. الدار الأيتام أي حد أي طفل يتيم بيبقى مطمع، فما بالك لما يكون بنت اللي خلاها طمع فيها عندها 4 سنين، فما بالك لما يكون عندها 17 سنة ولا 16 سنة ولا 15 سنة، هينهشوها لحم ويرموها عض، والنهار يقول لك هي يتيمة، هي لها حد يخليها ربنا. جريمة من أبشع الجرائم لما طفلة من 4 سنين طلعت الدنيا لقت لا لها أب ولا أم، وبدل ما تلقى من المجتمع والناس الحنية كلهم بيمدوا ايدهم عليهم علشان يتحرشوا بيهم. حتى الأربع سنين ما عرفش الـ4 سنين ايه المتعة ان الواحد يمسك طفلة 4 سنين يتحرش بيها ويحاول اغتصابها، ايه المتعة في كده؟ فيها ايه؟ طب 5 سنين فيها ايه؟ 6 سنين فيها ايه؟ 7 سنين فيها ايه؟ انت عارف المدير ده لو سنه 16 17 18 سنه نقول ضعف بنات وانوثه وشباب ما يقدرش يقاوم، رغم ان ده مش عذر، لكن 4 سنين البنت كانت واقفه بتتكلم مش عارفه هي بتقول ايه، هي بتقول ان المدير عمله معاها رئيس مجلس اللي عمله معاها، لكن هي ما تعرفش كان بيعمل معاها كده ليه ولا ايه اللي كان بيمسكه ولا كان بيعمل اصلا تفسيرها ما تفهم عمل ايه يا حبيبتي كان بيحط ايده هنا، وما تفهمش يعني ايه طفل 4 سنين مفطومه من 2 سنين. وكل اللي اعترفوا على رئيس مجلس الاداره من سن 4 لسن 7 سنوات، يعني ما فهمش حتى بنت 14 15 16 17 لا. والمشكله ان رئيس مجلس الاداره متجوز وعنده اطفال، طب انت ترضى ان حد يعمل في بناتك كده زي ما انت عملت في البنات الايتام دي؟ ترضى ان حد يمسك بنتك ويخلعها في سن 4 سنين لغايه 7 سنين يعمل فيهم كده؟ طب ليه ما توقعتش دي بنتك؟
ما بقاش لا في دين ولا في اخلاق. يا جماعه الايتام الرسول قال لك انه كافل لليتيم كهاتين واشار بصواب. يا جماعه وفي ايه؟ احنا خلاص ما بقناش عندنا دين ولا اخلاق. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.